المبعوث الأمريكي الخاص للقناة الإفريقية ديفيد ساترفيلد سيجري جولة في 5 دول لبحث أزمة السودان. الفرقة الزرقاء تتجاوز أهل شندي بثلاثية قبل المغادرة إلى جنوب إفريقيا، ومعدات المضمار والإجلاس تصل الجوهرة. الكاف يطالب بتقرير مفصل عن حادثة التدافع بملعب أولمبي الكاميروني التي راح ضحيتها عدد من المشجعين. حياكم الله مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية، تأتيكم مباشرة من قناة الهلال الفضائية، والبداية بالشأن السوداني، حيث التقى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دوغلو اليوم السيدة زينب علي كوتو السكرتيرة التنفيذي لمنظمة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية سيسا والوفد المرافق لها بحضور مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم علي مفضل. وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة عن تقديره للدعم المقدر الذي ظلت تقدمه سيسا للسودان في المجالات الأمنية وتنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة المخابرات الإفريقية لحفظ الأمن والاستقرار في القارة. ودعا الفريق أول دوغلو إلى أهمية تكامل الجهود الإفريقية للتصدي لكافة التهديدات الأمنية التي تواجه القارة، خاصة فيما يتعلق بالإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مشيرا إلى ضرورة تعاون أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بما يحقق الاستقرار والسلام في القارة والعالم. من جانبها أشادت السيدة زينب علي كوتو في تصريحات صحفية بجهود السودان ودعمه المتواصل لمنظمة سيسا منذ تأسيسها، ووصفت اللقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة بالمثمر كونه طوق إلى قضايا وموضوعات وأفكار بنات تساهم في تطوير المنظمة، ونوهت إلى أن زيارتها للبلاد جاءت لإظهار الدعم والمساندة خلال الفترة الانتقالية. قدم عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتور الهادي إدريس تنويرا لسفراء دول الإيجاد المعتمدين لدى الخرطوم حول تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد. ودعا عضو مجلس السيادة سفراء دول الإيجاد خلال لقائهم بالقصر الجمهوري اليوم إلى نقل ما دار في التنوير إلى عواصمهم بما يمكن منظمة الإيجاد من تقديم الدعم للازم للسودان. وقال السفير الكيني بالخرطوم أنيغو موكالا في تصريح صحفي أن اللقاء جاء بدعوة من عضو مجلس السيادة لإطلاع سفراء الإيجاد على تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد باعتبار أن السودان يرأس الدورة الحالية للإيجاد. وبان أن اللقاء بحث سبل الإسراع في تقديم منظمة الإيجاد الدعم لتعزيز الاستقرار في السودان. أعلنت واشنطن اليوم الثلاثاء أن المبعوث الأمريكي خاص للقناة الإفريقية ديفيد ساترفيلد سيجري جولة في 5 دول لبحث أزمة السودان. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الجولة هذا في الأسبوع ستشمل كينيا ومصر والإمارات وتركيا وإسرائيل لمناقشة السلام في السودان والمنطقة. وأضافت أن ساترفيلد سيلتقي بمسؤولين من الحكومة المعنية في الفترة من 24 من يناير إلى 4 فبراير لتعزيز الحكم المدني الديمقراطي في السودان ودعم السلام والازدهار في القرن الإفريقي. وتعيش البلاد أزمة سياسية طاحنة، إذ يوصل معارضون شباب حراكا احتجاجيا منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 25 من أكتوبر الأول الماضي، والتي قضت بحل مجلس السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد. قال المحامي نبيل أديب إن قتل المتظاهرين يمكن أن يفتح باب إلى تدخل دولي من باب واجب الحماية الذي تم تطبيقه في عدد من الدول. وجاء عن أديب في تصريح صحفي وصفه قتل المتظاهرين بالجريمة الخطيرة، وأضاف في ظروف معينة يتم تصنيفها بأنها جرائم ضد الإنسانية، مطالبا بإجراء تحقيق فوري وجاد ومقنع في قتل المتظاهرين. قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان إن السلطات السودانية أطلقت سراح 9 من أعضائها اليوم الثلاثاء، وكانت 9 قد احتجزوا في الخرطوم أمس الاثنين وهم في طريق عودتهم من المستشفى المحلي إلى مكتبهم. وأضاف البيان إن فرق الطوارئ التابعة للمنظمة تعمل مع السلطات الطبية في الخرطوم على علاج حالات كوفيد-19 وكذلك علاج المتظاهرين الذين أصيبوا في احتجاجات مناهضة للجيش في الفترة الأخيرة. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد قالت أمس إن أطباء سودانيين وغير سودانيين من أعضاء منظمة أطباء بلا حدود اعتقلوا.
أقرت وزارة المالية والطاقة رسميا أسعار جديدة لتكلفة شراء الكهرباء وجاءت كالآتي: القطاع السكني حيث حدد سعر الكيلو وات للفئة من 0 إلى 100 بمبلغ 5 جنيهات للكيلو، ويتصاعد السعر بموالية تصل إلى مبلغ 45 جنيه للكيلو حال وصول الاستهلاك إلى أكبر من 1000 كيلو وات. أما القطاع الزراعي المحلي فحددت التكلفة ب 9 جنيهات للكيلو وات، والاستثمار الزراعي الأجنبي حددت ب 22 جنيها للكيلو وات، فيما أتت تكلفة القطاع الصناعي شاملا التبريد ب 26 جنيها للكيلو وات، ولمصانع الدواء حددت ب 18 جنيه. أما القطاع الموحد للخدمات العامة تم تحديد 45 جنيها للقطاع الحكومي والمستشفيات الخاصة والجامعات الخاصة، فيما حددت تكلفة القطاع التجاري فنادق واتصالات وسفارات ومنظمات ب 45 جنيها للكيلو وات. أوضح المنشور أن مياه المدن ومدارس وداخليات الصندوق دعم الطلاب تكلفتها 18 جنيها، ودور العبادة 18 جنيها للكيلو وات. وأشار عدد من المراقبين إلى أن توقيت الزيادات المشار إليها غير مناسبة مع الضغوط الاقتصادية خاصة على الطبقات الفقيرة مع توقف برامج الدعم الاجتماعي وتعثر التعاونات. أعلن بنك السودان المركزي اليوم نتيجة مزاد النقد الأجنبي الرابع للعام 2022 والذي أقامه البنك بقيمة 60 مليون دولار أمريكي، حيث شارك في هذا المزاد 18 بنكا، بينما بلغ عدد الطلبات المستلمة 68 طلبا، كما بلغ عدد الطلبات التي تم التخصيص لها 30 طلبا، وإجمالي قيمة الطلبات المستلمة 22 مليون دولار، وإجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 10 مليون دولار، كما وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 453 جنيها للدولار الأمريكي، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به 439 جنيها للدولار الأمريكي. وتنطلق فعاليات مزاد النقد الأجنبي الخامس للعام 2022 يوم الاثنين القادم الموافق 31 يناير 2022 بقيمة 60 مليون دولار أمريكي. عقد تجمع مزارعي الولاية الشمالية اللقاء التفاكري الأول اليوم بدنقلة من أجل نهضة وتطوير الزراعة بالولاية الشمالية. وأكد عضو التجمع حافظ فتح الرحمن أحمد أن التجمع بدأ حراكه منذ صدور قرار زيادة تعرفة الكهرباء، وأثر ذلك على واقع القطاع الزراعي والمواطنين بالولاية الشمالية. وأشار في تصريح صحفي إلى أن اللقاء الأول للتجمع ناقش صياغة مصفوفة المطالب ورفعها للمسؤولين بالمركز الولاية ومناقشة التعديلات في تعرفة الكهرباء ومدى تأثير ذلك على العمل الزراعي بصورة عامة والمستثمرين بصفة خاصة، بجانب تكوين المكتب التنفيذي لتجمع مزارع الولاية الشمالية. وأوضحت لائحة تنظيم عمل التجمع مبينا أن التجمع وجد التأييد والالتفاف الكامل من قبل المواطنون وقطاعات الولاية المختلفة، وأضاف أن التجمع يسعى لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة للأزمة لكل قضايا ومشاكل الولاية الشمالية والنهوض بها في المجالات كافة. تستضيف الخرطوم فعاليات ملتقى السودان الزراعي العالمي الثاني بقاعة الصداقة بالخرطوم في الثاني من فبراير المقبل وحتى الخامس منه تحت رعاية وزارة الزراعة والغابات الاتحادية وتنظيم شركة منص سوفت للحلول المتكاملة بمشاركة شركات محلية وعالمية. ويأتي الملتقى ضمن فعاليات ملتقيات السودان التجارية والثقافية العالمية. وقال المدير العام لشركة منص سوفت منصور بابكر حامد في تصريح صحفي إن الملتقى يهدف إلى طرح استراتيجيات وخطط وتطويرية في المجالات الزراعية والصناعية والسعي إلى عقد شراكات مع الشركات الإقليمية والدولية وتطوير المناخ الاستثماري بأسس علمية تقنية وفق المعايير الجودة النوعية، تبادل الخبرات والمعلومات بين الخبراء والمختصين ومتابعة المستجدات العلمية والتقنية في المجال الزراعي. وأضاف إلى البناء والتطوير وتذليل العقبات أمام التجارة السودانية وزيادة التبادل التجاري والصناعي دوليا. إلى الشأن الرياضي، تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم رسميا خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، خطابا أكد فيه إجازة استعداد الهلال للجوهرة الزرقاء التي أعاد تشييدها الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال لاستضافة مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 بعد تقرير الموزمبيقي محمد سيدات رئيس لجنة التراخيص في الكاف بعد زيارته السودان خلال الشهر الحالي ووقوفه على الإصلاحات التي تمت في الملعب عقب حظره من استضافة المباريات نتيجة تدهور مرافقه بعد مباراة السودان وغينيا بيساو في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات تصفيف كأس العالم قطر.
وفي الشأن الرياضي أيضا، وصل رسميا إلى الجوهرة الزرقاء المضمار الخاص بالجوهرة وإجلاس كبار الشخصيات والنجيل الصناعي المخصص للمنطقة المختلطة، حيث وقف المهندس العلاقي نائب رئيس اللجنة والأستاذ إسماعيل عثمان علي على وصولها اليوم. اختتم الهلال اليوم مبارياته الإعدادية بالخرطوم بفوز على الأهلي شندي اليوم ب3 أهداف، وسعى موتى لوضع اللمسات الأخيرة على التكتيك الذي سيخوض به غمار المجموعات. وخلال اللقاء وصل ثنائي المقدمة الهجومية توهجهما، حيث أحرز محمد عبد الرحمن وعيد مقدم ثنائية في الحصة الأولى، وأضاف السمو الميرغني هدفا من خلال الحصة الثانية. وكان المدرب للهلال قد أشاد بالإعداد ووصفه بالناجح، وسيغادر الفريق لاستكمال استعداداته بجنوب إفريقيا قبل انطلاق مجموعات الأبطال. أعلنت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد السوداني لكرة القدم أن يوم الأحد 30 يناير 2022 هو آخر موعد لمراجعة كشوفات أندية الدوري الممتاز ومنافسة الوسيط. وناشدت اللجنة كل الأندية للتواصل مع الاتحاد لمراجعة كشوفاتها قبل الموعد، حيث ستعلن اللجنة عن الكشوفات بشكل رسمي الأسبوع المقبل. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم مشاهدينا لنهاية عرض السابع من قناة الهلال الفضائية، والآن نعود ونذكر بالعناوين. المبعوث الأمريكي الخاص للقارة الإفريقية ديفيد ساترفيلد سيجري جولة في 5 دول لبحث أزمة السودان. الفرقة الزرقاء تتجاوز أهل شندي بثلاثية قبل المغادرة إلى جنوب إفريقيا، ومعدات المضمار والإجلاس تصل إلى الجوهرة. الكاف يطالب بتقرير مفصل عن حادثة التدافع بملعب أولمبي الكاميروني والتي راح ضحيتها عدد من المشجعين. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.